معلش يا سيدة، حقك عليا. وادي راسك يا ست. 18 فينوس يعني 9 جنيه مصري. خلاص يا موت، ما عادش حد. خلاص يا دكتور، كفاية كده. 9 جنيه اهم. الو، ايوه يا عزيزه. بالخير يا عاد، خلصت العيادة؟ طيب يا حبيبي، ربنا يكون في العون، بس تعالى اوان تحت ما حضر لك طاجن حمام بالبصل والفلفل الاسود، هتاكل صوابعك وراه. طبعا انا اللي عاملاه بايديا. خدامين يا ندامه، ودي تيجي انا يهون عليا يا عادل تاكل حاجه من ايد حد غير. طيب يا عزيزه، بس انا قلبي عليك، كنت عايزك تملي تبقي هانم. بس هانم مين يا عادل؟ ان ما خدمتكش انت هخدم مين؟ ربنا يحميك ولا يحرمنيش منك ابدا. على خيرة الله، كلها ربع ساعة وأكون عندك باكل طاجن الحمام أبو بصل وفلفل اسود. روح شوف مين يا نور. الساعة 7 يا بيه، هنشوف مين بقى. رجلي اتكسرت، الدكتور فين؟ الساعة 7 يا ست هانم، خلاص. انكسرت لزوم. ايه سبع في عينك وثمانية في عفيتك؟ سبحان الله في تبعك الحام. في ايه يا نور؟ ما فيش حاجة، دي واحد رجله انكسرت بس. دكتور في عرضك. اتفضلي يا مدموزيل. كنت نازلة دلوقتي يا دكتور من فوق، رجلي اتزنقت في الدرابزين، باينة عليها اتكسرت. ده سلخ بسيط قوي يا مدموزيل. بسيط مين يا دكتور؟ ده انا فخد من هنا هيجنني. شوف جس ده من الالم بس. على كل حال انا هربطك الجرح دلوقتي. تربطني من هنا كمان يا دكتور؟ تطمني خالص، كانت تبقى مصيبة كبيرة لو اتكسرت، وانا كل شغلي برجليا. ليه؟ حضرتك بتلعبي كرة؟ كرة مين يا اخي؟ هما كل اللي بيشتغلوا برجليهم بس بتوع كرة. هما اللي بتعملي بيهم ايه؟ برقص يا دكتور، انا رقاصة. تشرفنا مش كده؟ تشرفنا قوي. يلزم نحضر لعملية بطن يا دكتور؟ كانت البلع تقيل بيبشر عليا، واقدر ارقص الليلة يا دكتور؟ والله يستحسن تستريح شوية. من كان ولا بد. ولا بد ولا بد، ولو انك هتتعبي شوية. تعبك راحة يا دكتور. هم والنعي. اتفضل. هتفضل ايه؟ هو انا عملت حاجة؟ ايه؟ يا سلام، ياما الجمال ده بينفع صاحبه. ازاي؟ جمالي هو اللي خلاك ما تاخدش مني حاجة، مش كده؟ لو كنت انا وحشة زي دي كنت اخدت طبعا. دي فلاحة باين عليها. ها؟ دي ستي بتاعتي وفي وقت نفسه بنت عمي. اوه، تعرف انها حلوة برضو. ميرسي يا مدموزيل. بتبطل فساتين يا فندي. ها؟ الو؟ ايوه يا عزيزة، اصل جاني واحد رجله مكسورة وعشان كده اتأخرت شوية. يا عيني، انكسرت من ايه؟ لا حول الله يا رب، نجاي. قلنا بتخليك معاه لحد ما تريحوا يا عادل. شباب يا عادل 19 20 سنه يا ولدي، والنبي تاخد بالك منه. معلش انا هستناك. طيب يا عزيزه، قلت لها واحد اتنين مش واحده، خايف منها ضروري. ها؟
تسمح تبعت لي الواد بتاعك ده يجيب لي تاكسي؟ حضرتك رايحه فين؟ رايحه الكباريه، مش قلت لك ان انا رقاصه؟ انت تملي سنسه كده يا اخي. تملي؟ ايوه تملي. اديني ساكنه فوقك وكل يوم عيني في عينك وبرضه بتنسى. اه ما خدش بالي اصلا. لا يبقى خد بالك مره تانيه. بعد البيت تحب نفتح العياده تاني؟ ايوه نور احنا خارجين. اتفضلي يا مرمضيه. كك البلا، انت عندك عربيه؟ ايوه عندي. طيب تسمح تخلي جدع ده يوصلني بيها؟ وحياتك يا نور، وصل الست وبعدين تبقى ترجع لي تاني. وانت هتقعد لوحدك؟ معلش لغايه لما ترجع العربيه. انت ساكن فين؟ في الجيزه. تهدى، تبقى سكتنا واحده، وصلني واطلع طوال انت عشان ست بتاعتك. تحب يا سعاده البين نغير مواعيد قفل العياده من بكره؟ لا لا يا نور خليها زي ما هي. اتفضلي. مع السلامه، شد هيلك كلنا لها. بيتك. انت متخرج جديد من كلية الطب باين عليك. ايوه دي اول سنة. غريبة، يظهر انك تعلمت كويس قوي عشان رجلي طابت خلاص. ما قلتلك مفيش حاجة يا مدموزيل. بس انا خايفة يا دكتور لا تنقح عليا. لا ما تخافيش. يا ما كنت عايزاك تكون معايا لحسن تحصل لي مضاعفات ولا حاجة. مضاعفات ايه؟ ده انت تقدر تفك الرباط دلوقتي. افكه؟ وما عملته ليه؟ ها؟ اسمع، احسن حاجة تديني نمرة تليفونك، لو حصل لي اي حاجة اكلم الطوال. مفيش مانع، اتفضلي. ميرسي يا عادل. العفو يا مدموزيل لولا. مدموزيل لولا؟ لا لولا بس. عندك بقى. اورفار يا عادل. اورفار يا مدموزيل لولا. اوعى تنام، لو يحصل لي اي حاجة اموت في عز شبابي. لا بعد الشر عليك. استني انا جاي ده البيت. عادل يا حبيبي. سيدة. الله، ريحتك حلوة قوي يا عادل. ها؟ تملي ترجع بريحتك لزول بخلاف المرات. اه ده دواء جديد جالي الليلة بس. ليتك تستعمل الدواء ده على طول يا عادل. ها؟ بسم الله يا حبيبي. وحياتك انا جاي هاتيلي المجلات اللي هناك. استننت قلتلك. امال انا بعمل ايه؟ حتى المجلات دي عندك؟ ايوه يا عادل، عاوزه يكون كل كلامك معايا انا بس. ميرسي يا ست. من حقي يا عادل ما قلتليش، ازاي الشباب ورجل مكسوره؟ ها؟ احسن دلوقتي. يا ترى بيشتغل ايه ده؟ ها؟ ده لعيب كوره، سنتر فيرويد. سنتر فيرويد؟ يا عين. وكان بيلعب كوره بالليل يا عادل. ها؟ انت مش هتبطلي لبس مناديل الراس بتاعتك دي يا عزيزه؟ ليه يا عادل دي بتلم شعر؟ امال يعني بشوف ناس شعرها ملموم من غير المناديل؟ مش ممكن يا عادل، بقى المناديل اللي في الغرية دي كلها مشغولة علشاني أنا بس. يمكن. أما أداة الريحة اللي جبتها لي يا عادل مدهشة. فتحتيها؟ أفتحها يا ندامة، ليه؟ اتجننت؟ دي فانتازية. والله أنا عندي تفتحيها وتدهني بيها أحسن، ألا ريحتك بصل خالص. أيوة يا عادل، أصلي قعدت ساعة تسألك الحمام بمية البصل. عزيزة، اعملي فنجان قهوة. مبسوطة يا ستي؟ اديني بخدمك اهو. تعيش يا عادل، بس انت لسه ما كلتش. لا كلت الحمد لله. حاضر يا سيدي. انت ولا انت شداري، انت نعيم ونظري. تصوروا ان لما قلت له بشتغل برجليا بيفتكرني بلعب كوره. ما كنت تجيبيه معاكي يا لولا. اقول له هنا بيوجعني، يحط ايده كاني بيحطها على سكين، ما يعرفش ان غيره يتمنى. ضروري خام خالص خالص، عيل له شنب، انما تعرف انه حلو. مالي يا لولا، هاتيني اتسلى بيه، يمكن ما يسالش فيه. ما يسالش فيا؟ طب اتفضل. الو دكتور، الحقني يا دكتور. طيب حالا. جاي حالا. ايوه رفاق. مين يا عادل؟ ده شاب اللي رجله انكسر. السنتر فيرويد. ها؟ ايوه. يظهر حصل له مضاعفات، بيقول انه بيتعذب قوي. مسكين، روح له يا عادل، حرم يتعذب وانت بعيد عنه يا قلبي. على العموم انا مش هتاخر، ساعة واحدة بالكتير وجاي حالا. معلش يا عادل، وعلى مهلك وخد بالك منه وما تسيبوش الا ما يرتاح. طبعا طبعا. وحتى لو لزم الامر تبات جنبه بات يا حبيبي. ايوه شنطتك يا سيدي. ميرسي. بحفظ الله وربنا معاك.
حبيبي، حتى القهوة ما لحقش يشربها. تعال. انت يعني ما تجيش الا لو اتكسرت صحيح؟ لا بعد الشر عليك. اوه نسيت اعرفك بزملاتي. تشرف. اهلا وسهلا. والله يا دكتور احنا عايزين نزور الدارون. ممكن؟ العياده تحت امرك يا مدمزيل. وامتى يقدروا يجوا لك يا عادل بيه؟ بكره. العياده من 11 ل 1 ومن 5 ل 7. على كل حال انا تحت امرك في اي وقت. نروح دلوقتي؟ دلوقتي؟ انت مش دكتور في اي وقت؟ ثانيا انت عارف ان انا ساكنه في نفس العماره. تقعد شوية عندي وبعدين ننزل عندك تكشف علينا. طيب بكل ممنونية. يلا. يلا ايه؟ مش هتقلعي ده؟ اقلع ده واخرج عريانة. لا بس قصدي يعني تلبسي حاجة تانية. وعلى ايه؟ اقلعه في البيت. يلا. شايف يا عادل انت عامل شقتك ايه وانا عاملاها ايه؟ دنيا. ومين يعرف بقى الشقة معمولة ايه؟ اتفضل. اوف حر قوي هنا. انت مش حران؟ لا ابدا كده كويس. تسمحي لي اتكلم بالتليفون؟ اتفضل. الو. ايوه يا عاد. معلش يا حبيبي ربنا يقويك ويقدرك على فعل الخير. وهو ازاي صحته دلوقتي؟ احسن؟ شفت ساقه؟ ايوه شفته مش بطال. ايوه. لا معلش نام انت يا عزيزه يمكن اتاخر شويه. صوت ايه ده؟ صوته المسكين اصله بيهلوس. بيهلوس يا ده امك يا ابني. لحسن تكون جات له حمى الشر بره وبعيد ولا حاجه. ربنا يشفيه في حق دي الليله المفترجه. غريبة يا عادل الشاب ده انا ما شفتوش لكن حاسه انه ابن حلال مصفي قوي يا عزيزه. طيب سعيد يا ستي. تعالى نشرب كاس يا عادل. على بطن.
يا سلام، بطني بتوجعني قوي وبتنغص عليا يا عادل. اشربي لك اي حاجه سخنه دفي معدتك. زي ايه؟ كراوية ينسون. كراوية مين وينسون مين؟ هو انت تلاقي في بيوت اللي زينا الا القرف ده اللي انت شايفه؟ احب انزل اعمل لك تركيب بسيط واجيبه لك حالا. على ايه؟ ما انزل اشربه عندك. برضه انا نازله للدكتور. هتفتخري يا لولا؟ ما اعرفش والله. كن جوا يا عادل. لا ما افتكرش، ضروري يكون روح طبعا. اتفضلي. ما تولحش يا عادل، انا زهقت من النور ده. هتعمل ايه يا عادل؟ تركيب بسيط، هي واحدة ويزول كل الألم اللي بتحسه. تعبان يا عادل؟ ايوه شوية. اعمل لك فنجان كراوية ولا ينسون؟ ها؟ لا مرسي. احضر لك الحمام. مش ضروري. طيب عن اذن دقيقة واحدة. باين عليها فلاحة، مش كده يا عادل؟ عادل يا ستي تعالي، أما راح نفتح من نفسي. اتفضلوا. صباح الخير يا استفان. نور دكتور، امال حركة نايم؟ ايوه يا نور. هو ايه؟ هو مش من لحمه ودمه ضروري يستريح؟ عاوز يرجع الساعه 4 الصبح ينزل الساعه 11. كان فين؟ كان عند الراجل اللي انكسرت رجله وجالكم امبارح.
باني قلب الوجع زاد عليه بالليل وراح له مرجحش الا وش الصبح يا كده. يا عيني. ها؟ الو هانم فهي حالم منفتك حالم انا للسماع. طيب يا نور اصبر شوية لما اشوف. عادل يا حبيبي قوم الساعة 11 ونص. سيبيني عاوز استريح شوية. نور على التليفون وبقول لعادة مليانة ناس. يلا يا سيدي ربنا يديك العافية. الو هي يا نور. ايه ايه الناس اللي بيقولوا ايه؟ كان ضروري ابو رجلي بالسلوخه دي؟ مش ممكن نطلع حد. حرام يا سياده البيت حرام يا شيخ. طيب خلاص خلاص جاي دلوقتي. وين اللي حلفوك حليل الادب؟ هيخرب بيت الراجل ده يا تهرب بيتك ان كان لك. ايوه نور الساعة 3 هو البيت لسه عنده حد. حد مين يا ست هانم حد مين؟ انا والله جربت نكفر وعاوز نسيب العيادة دي. خلاص انا روحي بقي 3000 مناهير. معلش يا نور خليك جامد جنوبك ثواب. هو في طيب احسن من علاج العيان؟ على مهل انا حستناه من غير اكل لحد ما يجي. تستني مين يا ست هانم؟ ده نزل من زمان. راح فين؟ علم علمك. معلش يا نور يمكن بيزور حد من العيانين ولا حاجة. خليت اتبعك. ما تاكلي انت يمكن الباقي عيب شويه. اكل ازاي انا ليه؟ هو انا يهنا لي اكل من غيره ابدا. كل يعني. تعرفي يا لولا ان دي احسن اكله كلتها في حياتي. ليه؟ بنت العمده بتاعتك ما تعرفش تطبخ؟ دي ما تعرفش حاجه غير الطبخ، ولا يحللهاش القعده غير في المطبخ. طب ما تجيب لها طباخه يا اخي. عندها يا ستي، لكن اعمل ايه في قله عقلها؟ ضروري تعمل كل حاجه بايديها. كل. تسلم ايدك يا لولا. من ايد ما عدماش ابدا. طيب يبقى تمني ناكل سوا يا عادل تحب؟ طبعا هو انا يهنالي اكل من غيرك ابدا يا لولا. يا ست كل لك لقمه الساعه بقت 5. انت جننتي يا نجيه. ان شاء الله ما اعتهن على لقمه من غيرك يا عادل. طب يمكن يروح من بره بره على العياده يا ست. نبعت له الاكل هناك. اجري حضري لي صينيه عشان ادوقه من الخيوط الخضراء الحلوه. لا استني انت ده البيت. عادل يا سيدي ربنا يديك طولة العمر. اتفضل يا سيدي بسم الله. انا كلت خلاص يا عزيز. كلت؟ طيب بالهنا والشفا. انا كنت محضر لك ملوخيه خضراء ترد الروح. قولي انت. انا كلت الحمد لله. شيل الاكل يا نجيه. حضري لي فنجان قهوه اعملها. حاضر يا سيدي من عينيا الاثنين. الو
ايه عاوز ايه؟ يا سعاده البيت، ان حبيت نغير مواعيد العياده نغيرها. تحب نودي العيانين اللي هنا الدكتور تاني نوديهم؟ تحب نكفلها السيد من يكفلها؟ ايه اللي تشوفه بقى؟ اديني مستني. وجهي حالا سلمتك يا سيدة. معلش يا سيدة، حقك عليا، وادي راسك يا ست. القهوة يا عاد. من البلد ده؟ ايوه نسيت اقول لك، ده من ابويا العمدة حميدة بنت خالتك، هتتجوز سيد احمد وعز منه. مبروك. الله يبارك فيك. يا ريت يا عادل نسافر ونرجع سوا، وهو بكره الجمعه ما عندكش عياده. سافر انت يا عزيزه، انا عندي شغل كتير. اسافر؟ اسافر فين يا سيد؟ نسافر البلد تحضري جوازه حميد. وحدي؟ وليه لا؟ يا ندامه يا عادل، هو معقول اسافر وحدي واسيبك؟ ليه؟ ما فيهاش خير؟ معلش يا عزيزه، سافر انت لحسن يزعل، روح اقعدي هناك يومين ثلاثه لغايه لما اجي. كلام ايه ده يا عادل؟ من يخدمك ويسوي لك هدومك ويشوف لوزنك؟ عزيزه انت ما بتسمعيش كلامي. انا ان شاء الله امتصت نظري ان كنت خلفك في كلمه، ده انا ملياش بركه غيرك يا عاد. طيب سافري بكره الصبح وكلها ساعه تبقى في البلد، انا هكلمه بالتليفون عشان يستنوك. حاضر يا سيدي. ازيك يا سيد احمد؟ مبروك عليك حميد. الله يبارك يا عزيز، فين ابن عمي عادل امار؟ مسؤول يا سيد احمد وجاي بكره ان شاء الله. السلام عليكم يابا. ازيك يا عمي؟ مع السلامة يا عزيزي، فين جوزك يا بنتي؟ جاي بكره يا عمي. اتفضل يا حضرة الناس. في الوطن ذات الايادي والمنن، وجميع ما فيك حسن، يا كوكبا في العزبة، اهلا ببنت العمدة. بقى جوه يا عزيزه، شوف امك وانا واصل مع عمامك، نشجر على الارض ونرجع لك حال. حاضر يابا. يلا يا سعدية. يلا يا شيخ حسن. يلا يا شيخ محمود. يلا يا حضره امي. اتفضل اتفضل. الله، اهلا. ازيك يا عزيز؟ ازيك يما؟ ازيك يا بنت يا نجيه؟ ان شاء الله تسلمي يا ست. الله، انت ازاي عزيزه تسيب جوزك وتيجي لوحدك؟ ما قدرش يما، عندي شغل وهيحسنني بكره. وازاي تسيبيه؟ هي دي الوصيه اللي موصيها لك يا بنتي؟ لا يكون غضبان عليك يا عزيز. ابدا والنبي يما، ولا تكوني اهملتي شأنه يا وليد. يا ندامه يما، هو انا قليلة التربيه. اهو كده يا بنتي، الست ضروري تكون خدامه جوزها. وش حاله كده؟ والنبي يما تعبان، وخصوصا الايام دي ما يرجحش الدار الا وش الفجريه.
عشان العيانين يا عزيزة مش كده؟ أيوة يا سعدية. أمال إيه؟ هما العيانين بتوع مصر بيسهروا الليل بردك يا عزيزة. أمال يما سلامات. إن شاء الله تسلمي. شهر ونص دلوقتي يا عزيزة ما جاتناش. تيجي فين يا بنتي؟ هي الست المتجوزة تقدر تسيب راجلها إلا للأب؟ سلامات. الله يسلمك يما. يا ترى جوزك مبسوط منك يا عزيزة؟ واخدة بالك منه يا بنتي وعاملة بوصيتي؟ أمال يما أنا ليا بركة إلا هو. اوعي تكوني بقيتي زي ستات مصر اللي ما يعرفوش يدشوا بصله ولا يفصصوا رستوم يا بنت. لو النبي يما انا طول النهار ايديا في التوم والكمون والفلفل والملح والكزبره. سلامات. ان شاء الله. خدي حضرتهولك تحضري بيه فرح عزيزه بنت خالد. هو انت الفرح يا سعديه؟ الليله. الليله مبروك يا حميده. الله يبارك فيك يا عزيزه. مبروك يا الدح. الله يبارك فيك يا بنت خالي. شفتي البنت الجديده دي؟ جنان يا الدح. العيش والدم. مش هتوقف الندى اللي عليك يا عزيزه بنت خالي وتوقف الفرحي؟ رخيت الطلب غالي. انما اول قلت القراطين بتوعك زرعتهم ايه السنه؟ زرعتهم ايه؟ انا خد اختي. خد؟ هو ده احمد زرع قراطينه؟ اه. جلوين 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 وسيد احمد له قراطين. قراط زرعوا جلوين او قراط برضك جلوين. جلوين 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 من بعد ما كان على الحديد عواجل لف وجلي سعيد. انا نازل البندر يا حبيبي تنزل وتسيبني ازاي يا احمد ازاي يا احمد. اذبح له فراخ على الملوخية واقعد له في ريح الطبلية انا ولو اللقمة الضارية تستاهل الذبح. النبي يا احمد النبي يا احمد. جلوين 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 جوزهولي هنوني يا خالقي وغنولي لو فاتني راح افقد من طولي هدولي سيد احمد هدولي افديك بعيوني الجوز يا احمد الجوز يا احمد. جلوين 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 بصوار. ما تنسيش البروفة ساعة واحدة بكرة. اوعى اروح عليكي نومة. لا ما تخافيش. بصوار. بصوار. عادي. يا سلام لو اسمها ايه دي تفضل تملي عند ابوها العمدة. ايه ده؟ كل القزايز دول مقفولين؟ للبيع دول ولا ايه؟ لا يا ستي اصلها بتستخسر تفتحهم. مسكينة فلاحة. ربنا يعلي مراتبك يا عادل.
يعني بقينا الظهر وجوزك لسه ما داش يا عزيز؟ ما عرفش ياما، لازم عنده شغل. يمكن يكون زعلان عليكي يا عزيزي. لو النبي ياض ما ده يلا كوني قصرتي حقه في خدمته يا بنتي. وحياة النعمه خدناه بعناية وعافيتي ياض. انا اللي اشوف انك تروح انت يا عزيزي، يمكن يكون الراجل محتاج لك ولا حاجه يا بنتي. اهو كده هو الراجل يستغنى عن مرته ابدا. تتغدي وتشد حيلك انت ونقيه توصلي بيتك المغرب كده. انت زهقتوا مني يما. يا بنت احنا محب ما علينا تقعدي حدانا. ايوه انما راجلك اولى بيكي، ده كلام اهدي. حاضر ياض. تعالي وليا لبسيني العبايه ولفيني الحلمه. حاضر. كويس الجواز يا عزيزي؟ كويس وبس. يا سلام عليه، خصوصا لو ربنا وعدك بواحد زي عادل ابن عمي. بتعملي له ايه عزيزه عشان يحبك ويعزك؟ اقوم الصبح بدري يا سعديه احضر له الحمام وبشكر نظيف وتغييره زي الفل متزهره وغسيل ايدي. يا دوبك هو يخرج من هنا والدب في المطبخ ما طلعش منه الا ساعه ما يجي ياكل اللقمه. بالهنا والشفا يا عينيا الاثنين يا عادل. ام النجيه بتعمل ايه؟ نجيه اوعي يا سعديه لما تتجوزي تخلي غيرك يخدم جوزك. امال هو واخدك ليه؟ بقى كده يا عزيزه. امال ضروري الزوجه تقوم بكل واجبات جوزها يا سعديه، مش كتر خيره الف مره انه بيتعب ويكد ويشقى علشان يعيش مرته. ما بتتزوجيش له ابدا يا عزيزه. ابدا يا سعديه، اسمعي كلامي، انا عارفه اكتر منك ومجربه. عاوزه تكسبي جوزك اخدميه واجعلي من نفسك عبدته. لكن برضه شويه زواج كده ولا كده؟ ليه يا سعديه احط بودره على وشي واخبي لون جلد اللي خلقه ربنا، ولا احط ليه ميه القسيس وربنا جعل الميه جاريه اغسل بيها وشي يبقى ريحته زي الفل وكله نظافه؟ سبحان الله. اما العادل بيموت فيا ليه يا سعديه؟ ما هو من كده. ربنا يهنيك يا عزيزه يا اختي. استعدوا، واحد اثنين ثلاثة. خلاص يا بيه. العنوان ايه يا بيه؟ دكتور عادل 12 شارع سليمان باشا. ان شاء الله بكره الساعه 12 اجيب لك الصوره. وبعدين يا نور افندي الساعة بقى 6:30. ايوه سامع وشايف. انت مش قايل جاي 5:30؟ كذاب. مين هو اللي كذاب؟ انا. مين ده؟ كلام فارغ، احنا معانا رجالة مضروبة يا نور افندي. ليكوا رب اسمه الكريم. وايه اللي تقدر تعمله يا سنور؟ اللي نقدر نعمله هات النمرة والدكاترة كتير وربنا يشفيكم وياخد بيدكم ويكسف رقبة اللي في بالي. هذا اللي نقدر نعمله. مع السلامة يا ابن. معلش يا ابن، حقك عليا وادي راس. حباب ان شاء الله. الو حضرة الأم ده؟ أهلا وسهلا. نور مساء الخير يا ابني. أمال عادل فين؟ مش موجود ازاي؟ هو ده مش معاد العيادة ولا غيرتوه؟ لا هو ما غيرناهوش، بس عادل بيه خرج راح يعمل عملية مسران أعمى. الله أعلم يرجع منه إمتى. حاكم الكبير عنك عملية بنت كلب. طيب دي بنتي هتوصل حداكم الليلة الساعة 8، مين هيجاملها في المحطة يا نور؟ طيب يا ابني ربنا يستر عرضك، جاملها انت ما جاش يجاملها عاد. سلام عليكم يا نور. وعليكم السلام يا حضرة العمدة. هنعمل ايه؟ عمري ما كدبت الا من ساعة ابو رجلي مسلوخة. الكلب دي انت بتشتم مين يا نور؟ بنشتم الكلب. لله السلامة يا لولا. انت رايح فين؟ رايح نستنى ست هانم ما لاشين جاي كمان ساعة. جاية؟ ايوه جاي. البيه العمدة اتكلم وسأل عنك، قلت له ده بيعمل عملية خطيرة جدا. ومين اللي قالها تيجي؟ ابويا يا عادل هو اللي قالك. خاف لا تكون غضبان عليا ولا حاجة، لما الاك ما حسلتنيش. مالك يا عادل؟ تعبان؟ احضر لك الحمام؟ استحميت. استحميت؟ انا قلت لك يا عزيزي خليكي في البلد لغايه لما اجي. قلت لك اني مشغول اليوم. اشفق على نفسك شويه واستريح. يعني بلاش اشتغل؟ لا يا سيدي، ربنا يقويك. ايه نويت على ايه؟ كنت ناوي احضر لك العشاء وادلك لك رجلك قبل ما تنام. الو. طيب ايوه جاي حالا. طيب خلاص انا نازل رايح المستشفى. انهي مستشفى؟ مستشفى جديد نقالي ما فيهاش تليفون. طب يا حبيبي مع السلامه. الشنطه يا عادل. ها
يا حبيبي حيقطع نفسه من الشوق وخسر نصي يا نجي. يا عادل ان صحتك بقت عال من يوم ما عرفتني. انا برضو شايف كده، بس لو شفت لك طريقة ونبقى تملي مع بعض. لوني الجزمة الذهبية. اعمل ايه يا لولا؟ اهو احسن من قلته. لا قلته احسن. انت طبعا ما عندكش مانع تتجوزني وافضل برضو في الكباريه. ابدا يا لولا، مش مسألة الكباريه، مسألة عزيزة بنت العمدة. وماله يا اخي، يعني انت اول واحد تعمل حاجة زي كده. ابويا متجوز اتنين ومعقول نخليها برضو اهي الشاطرة وغاوية خدمة زي ما بتقول، تخدمك وتخدمني بدل ما نجيب حد غريب. ما هو مش معقول اتجوز اتنين يا لولا. خلاص انت حر، طلقها ان كنت عاوز، بس انا صعبان عليا تسيبها. لولا عادل انا طالع، ما تمشيش، السهرة عندي الليلة مادام جت بنت عمدتك. الغريبة يا نجية، عملت كل اللي في الكتاب ده، باب باب فصل فصل، عاوزة اسعده وهنيه وبرضه مش شايفاه سعيد. الكلام ده ايه يا ست؟ ده اسعد راجل في الدنيا كلها، هو يلاقي ست بيت تخدمه زي ايه؟ عادل يا حبيبي، الساعة 3:30 صباحا. عارف انها الساعة 3:30 صباحا، قلت لك اليوم دي مشغول. الله، ايه الاحمر اللي على يأتك ده يا سيد؟ ده ميركو كروم. طيب من حقي يا عادل، ابويا بكرة الصبح جاي هو واختي سعدية. عشان ايه؟ عنده قضية وراجع المغرب. يا ريت يا عادل تيجي بكره على الغدا علشان يشوفوك. مشغول بكره، مرتبط بمواعيد. طيب يا سيدي. وانت هترجعي معاه ولا ايه؟ قول له يا عادل وانا ارجع معاه، قول له انك مشغول ولا مسافر علشان ما يظنش فيا سوء. طيب روحي اعملي لي فنجان تلي. حاضر يا سيدي، من عنايا الاثنين. بونجور يا عادل. والله صاحين دلوقتي، ده احنا متنا امبارح، دي نيلة مش عارفة تعد دماغها من كتر ما شربت. وعملت ايه في بنت العمدة؟ خلاص يا لولا، النهاردة ابوها جاي من البلد وهترجع معاه اخر النهار. البيه العمدة. ابا الحمد لله على السلامة يا ابا. صباح الخير يا عزيزي. ازيك يا سعدية؟ ازيك يا عزيزي؟ بنتي يا خضرة. ازيك يا ست عزيزي؟ اعمل لنا فنجان قهوة يا بنتي يا نجية، هتلبو دماغي، ده هي تعد دماغي. حاضر يا سيدي. يا سلام يا عزيزي، بيتك حلو وبين عليه الهنا والشفا. صلى على النبي يا وليه، ده جدي عقبال ربنا ما يوعدك بواحد زيي. ايوه واد ابن حلال ابن اخويا. اصل انا ليا نظره في الرجاله، كل راجل يا اولاد يلبس نظاره مش ممكن يبص للستات. يا سلام. والله كده تجاربي وخبرتي بالدنيا علمتني، امال انا عملوا لي عمدلة. يا سلام. عادل في العيادة يا عزيزي؟ ايوه يا مش هيتغدى معانا ولا لا يابا؟ عنده شغل يخسره ومش هيقدر يشوفك. معلش نروح نطل عليه سوا قبل ما نمشي. انت تعرف العيادة يابا؟ ايه سبحان الله، ده انا ذاكرتي تخليني ما انساش حاجة ابدا، امال انا عملوني عمدلة. من حق يابا، ما قلتليش القضية تم فيها ايه؟ قضية اتاريها فاضل عليها جمعتين تلاتي، ولا افتكرتش كده الا وانا بوابت الحديد. مش بيقولك ان ذاكرته زي الحديد يا عزيزي؟ هات كده بقى اروح معاك ادلك عليها وتسلم على عادل قبل ما تسافر. على خيرة الله يا بنتي. بس تلبس فلاحة زينا يا عزيزي. والنبي ايه؟ وليه لا؟ طب يا بشرب قهوتك على بال ما اغير هدومك. اعمل لي فنجان قهوة يا نيلة. انت نيلة؟ والله لا اجيب له، الكلمة دي مكتوب في الديالوج بتاعك لو كنت قطمت رقبتك. اتفضلوا. 12. استنى شوية. حاضر. سافرت يا عادل؟ هتسافر اخر النهار مع ابوها يا نيلة.
شايف انا رايحه البروفه بايه؟ يا سلام على ذوقك الحلو يا لولا. رايح حلو يا عادل؟ جنان عادل. لولا سلام عليكم يا اولاد. احنيك حضرت لهم ده عادل جوه يا نور؟ جوه قوي اتفضلوا. لا بلاش يا بنخش، دول مساكين اولى يخشوا قبلنا. معاك حد يا عزيزي، المرضى اولى بالمعروف كده. يابا مرضى مين دول؟ جرحى. اتفضلوا خشوا احسن يزلوا وتزعلوا وش خالص. بفضلك يا سنورة افندي عاوزين نمشي بقى احسن. الولاية بتفرفر مني. ده دي ده الموت نقاد على كفيه جواهر يختاروا منها الجياد. ابص ايدك يا معلم، امشي دقيقة واحدة بس. معلش يا سيدة حقك عليا بقى ادي راسك. كويس حالك اتفضلوا. يا ساتر. سلام عليكم يا عادل يا ابني. اتنهدي خدي نفس طويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمي؟ ازيك يا سعدية؟ قول ايش فيك يا صبي؟ لما اخذ يا عادل يا ابني ما قلناش ان عندك حريق. معلش يا عم حصل خير. اهلا وسهلا. مش كان احسن يا عزيزة تقول انكم جايين؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ اتفضلي يا مدموزيل اطمني، الليلة هترتاحي خالص. ودي عند اه يا ابني يا عادل الولية دي؟ مفيش حاجة، شوية تعب في الكلى. وده بيجي من اه يا ابني يا عادل؟ ضروري من مية العكرة يا ابني. انا بشرب من فلتر يا مدموزيل، مش من الترعة زي الفلاحين. مالهم الفلاحين يا وليان؟ بس يا خالة لا اوه باردون، ما كنتش اعرف انكم فلاحين. لولا فلاحين، انما بنشرب مية اروق من ميتك يا جلدة المية انت. سعدية طيب ده انا عندي زير يا مدموزيل بيكرر المية احسن من فلتر درف والله. كويس، بكرة اجيب زير زيك واشرب منه. جاتك الهم في كلامك الغير مكرر. ازيك يا عم؟ تسلم يا عم. تفضل يا عمي شوية استريح لغاية لما نخلص شغل. يلا يلا ولا تفضل. واسمح لي اقول لك ان مراتك دي قليلة الادب. انا لولا كنت عرفت ازاي اربيها الفلاحة دي. رواي دمك يا لولا، حقك عليا ما تزعليش. هقول لها كم ساعة ويخلينا الجو. هيخرجوا امتى؟ دلوقتي حالا. بس اوعي تنسي تفوت عليا بعد ما تخرجي من البروفا. روفا لولا. بدلة رقص دي يا عزيزي؟ بدلة رقص ايه يا ولية؟ ده قميص نو. قميص نو يا حلاوتي في قميص نومي، حلاوتي في قميص نومي، فجأت البعد من يومي. يا حلاوتي يا حلاوتي. Yeah.
جبت البدر من يومها حلاوتي في ضميري نومي قدامه يا عزيزي. يا حسني يا سعدية بتقولي ايه؟ ارقص قدام جوزي؟ وليه لا؟ مش يمكن ينبسط؟ ما تقوليش كده، ده انت لسه خال. اسأليني انا، ده انا قريت في كتاب كيف تسعدين زوجك ان ضروري الست تكون مؤدبة قدام راجلها، لا رأس ولا كلام فارغ من ده. يا سلام. امال يبقى الفرق بيني وبين الرقصات ايه يا سعدية؟ هو يحب الحاجات دي ابدا. برافو. تحب الرقص للدرجة دي يا عادل؟ اموت فيه يا لولا. كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، جرحك قتل مش راضي طيب، وداوي الناس ولا لكش طبيب، عيني دكتور، كبدي يا دكتور، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، قلبك مبتون برمش وعيون صيبه بتعمها الجدالة، والجرح خسيس مكروب وخبيث والعدوى أساسها من الصالة، والصالة منطقة موبوءة علتها ستة مدلوقة، عاملين عشاق وده بيت التقوى للوش ترياق، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، عيان بدقن وبقيت ببلن وقومت قلبك محلولة، والضغط بضيع والنبض سريع وعلاجك تبعد عن لولا، لولا يا دكتور كوليرا وسعال وملاريا وكل مرض بطل، خد لها برشم هجري واخطب تعرق وتنام، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، ساقها المكسور خلاك مشعور ويا ريت رقبتها اللي انقطمت، كنت اتلمت عنها وكفت نفسك لعزيزة اللي تحرمت، ولا كنت تغير وتبدل مواعيد الكشف وتتعدل، وتسيب مرضك يستنوا رضاك وانت بلواك، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور، كبدي يا دكتور، عيني يا دكتور. نهارك سعيد مبارك. نهارك زي وشك. مواعيد العيادة الساعة 5، أنت ما تعرفش تكتب؟ أعرف أكتب، إنما أنا مش جاي للعيادة، أنا جاي لعادل بيه. هات 150 قرش. لا خد بقى، وإن كنت مستأجل تروح له البيت. طيب تسمح بقى تدينا العنوان. حاضر. أحسن عادل يزعل يابا لو ما سافرتش معاكم. يا بنتي عيب، تسافر إزاي وتسيبيه؟ ده بس بيجربي، وده معقول انه يستغنى عنك وعن خدمتك يا عزيزي؟ طب يبقى انت مش قلت له انك هتاخدني معاك وانتوا مسافرين؟ انا قلت له كده بس بخوفه، انما لا يهون علي افرج الراجل عن مراته. نشوف وشك بخير يا عزيزي. مع السلامه يا سعديه. بنتك سعيده يا بنتي. مع السلامه يابا. اللي تعالي يا خضرة. ما نستغناش يا ست عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام، سلمني على في البلد يابا. الله يسلمك. يا اخترتك يا عادل. اللهم اجعله خير. نصر مدام. ايه؟ عادل بيه موجود؟
يرجع في خدمه. ايوه دول بتوعهم مستعجلين، ما لقيتوش في العياده التمرجي قال لي وديهم له البيت اوامر. ده اكتبهم كلام في حاجه. ايوه 150 قرش. ميرسي بيان مدام. ايوه يا عاد. ابوك يسافر ولا لسه يا عزيزه؟ سافر؟ ليه ده؟ طب مسافرتيش معاه ليه زي ما اتفقنا؟ مرضيش يا عادل اسافر معاه ابدا، خاف الا تزعل، وبعدين قال لي ابقى اروح معاه. وبعدين بقى في المدايه ديت؟ روح لها روح لها. انت مش قبل كده سافرت لوحدك؟ يعني ضروري اسافر معاكي؟ طيب طيب صباح صباح. طب يا سيدي ربنا يقويك وينصرك على مين يعاديك ويطرح لي البركه فيك ويخليك. هو مش جاي يا ستي؟ لا يا نجيه، يا كبدي مشغول هيهلك نفسه علشان ربنا يحميه ويخليه لي شباب. احضر السفره بقى. ايوه يا نجيه، بس تعالي كلي معايا لحسن ما تفتحليش نفسي لوحدي. اسمعي خلي الفرخه سليمه العادل. حاضر. تسمعون الان وصله غنائيه من الاستاذ عزيز عثمان. يا اخويا بلا خوف، احنا ناقصينك. خلاص يا نجية؟ ايوه يا ست اتفضلي. يا اختي انا ماسكه دول في ايدي من الصبح. خدي يا نجية حطيهم على التواليت. يا ولية يا حدي. حلوه الفطيره دي يا عزيزه. بالهنا والشفا يا سيدي. وعاملاها بايديك طبعا. ايوه يا سيدي. ها اشوف وشك بخير. انت هتاخدي نجيه معاك البلد طبعا؟ حاضر اخدها يا سيدي. المهم ما تقلقيش، خليكي في البلد لغايه لما اجي اخدك. اوعي ترجعي لوحدك، انت عارفه طبعا ان قلبي عليكي يا عزيزه. عارفه يا سيدي. ايوه يا نور، خرج زمانه جايلك. نور قولي مين الست اللي كانت عنده يوم ما جيت انا وابويا؟ رقاصه ساكنه فين كده؟ طب اسمع ما تجيبش سير العادل يا نور وحياتك. لا 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 ولا حاجه، انا بس بسال. نجيه انا خارجه السوق وجايه حالا. طب مع السلامه يا ست. صباح الخير يا ست هانا. عاوزه مين؟ عاوزه اقابل الست. مين دي يا بيلا؟ انا عزيزه مرات عادل وبنت عمه. وعاوزه ايه يا شاطره؟ اقعدي. عاوزك تسيبي لي عادل يا مدام، رجعيهولي، انا بحبه وافدي بعناية الاثنين. شيء غريب. ابوس ايديكم، انا ماليش في الدنيا غيره. اللي فول وكوع انا ما بحبوش يا شاطره، هو اللي بيحبني انا بتسلى عليه بس. تتسلي عليه؟ هو ده يخلص من الله؟ تتسلي عليه انتي وهو حياتي ورب بيتي وولي نعمتي. وعايزه اعمل لك ايه انا؟ تكلميه وتوصيه عليا، تقولوا لي انك ما بتحبهوش وانه ملوش غيري علشان يرجع لي. انتي مجنونه؟ تفتكري لو اسيبه هيرجع لك تاني؟ ايوه ده كان بيعزني ويحبني قبل ما يعرفك. تبقي عبيطه، لو اسيبه انا هيتعرف بواحده تانيه غيري حلوه وشيك زي، يبقى مش ذنبي انا. امال ذنبي مين يا مدام؟ ذنبك انت طبعا، انت موضة قديمة، مش معقول واحد مدرن زيه يحب واحدة زيك ريحتها بصل. كده؟ ايوه كده. وتفضلي بقى ما عنديش وقت. حاضر يا مدام معك حق، انا موضة قديمة وريحتي بصل عشان مش ملتفتة لنفسي، وقت كله مضيعاه على راحته وخدمته، ما بيهونش عليا ياكل حاجة من ايد حد غيري. ايش جاب لي جاب يا عزيزه؟
حاضر انا خارجة. ما تجيبي السيرة يا مدام لعادل ان انا جيت. ولك رب اسمه الكريم يا عديد. اللي درول ستفان. الو بونجور يا عادل. ايه انا انساك ابدا، كنت هكلمك حالا بس جاني ضيف ثقيل استنيته لما خرج. اتفضل. فتك بعافية يا عادل. عزيزة يا بنت الراجل اللي يقول لمرة تروحي لابوك ولا تجيش الا لما جاخدك يبقى زهد منها وملي عشرتك. ابدا يا اما ده بيحبني وعمره ما يمل عشرتي. بيحبك؟ لو كان بيحبك ما سبكش جمعة اهو، لا دق التلفون ولا شق جوال. يمكن يا اما مشغول. مشغول؟ مشغول بغيري وحبيته. طب ما كنت تدقله تليفون انت يا عزيزي. اجل لي ما فيها يا ستي. اي والله يا سعدية معاكي حق. بدل يا بنتي ما يقولوا عليك انك نسيتيه ولا هو اللي انساكي وكلام الناس كتير يا بنتي. انساه؟ انا عمري ما انسى عادل ابدا يما. اوصل معاكي يا عزيزه يا اختي. لا يا سعديه انا راجعه حالا. تحب اجي اونسك يا عزيزه؟ لا 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 انا جايه حالا. خش انت. التليفون مقفول ولا ايه يا عزيز؟ لا مفتوح يا سعدية. مساء الخير يا تابع. مساء الخير يا ست هانم. اطلبك البيه يا ست هانم. حاضر يا فندم. طلبتها يا عزيزي؟ سعدية. ايوه يام. مصري يا ست هانم. تحسب ان البعاد يا
حبيبي فرجنا اذا طول ده البعد جدد معايا 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 الشوق عن الاول بس انا خايف عليك انا خايف عليك يا حبيبي انا خايف عليك يا حبيبي لا تميل وتتحاول وتلف بغيري بغيري وتلف بغيري وانا مغرم صبابا بيك يا مسعد الود والمعروف اذا طول وديع موجود في الزجون جامد قيامته ست هانم يا بالدهية السودي اوصل هات لعربية الشيخ ندى وتعالى قوم عشان حز المصر انا وانت مصر انا ايوه انت وحصلني على الدار حاضر يا ست هانم اديني العيادة تبعي حاضر يا ست هانم هلاو اديني مصر 55877 تفضل يا ست هانم اطلعوا انتوا برا من 11 لواحد ومن 5 لسبعة ودي يا نور انا عزيز بكلمك من البلد برا عاوزك تحجز لي اوضتين في القندة كويسة ايوه الليلة دي انا جاي استناني على طريق شبرا بعد ساعة اكون حداد القندة دي وليه انت مش رايح يروح البيت حاضر حاضر يعني ما نقولش لعاد البيت حاضر ما حاضر انا فاهم رحيم كل حاجة ايوه كده خليك بنت امك امال لو 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 كا 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 لو كان ده قال لك ايه يا عزيز قال لي ايه ياما ده كان هيكلمني دلوقتي علشان ارجع له لانه عيان قوي ماله يا بنتي لا باس عليه عيان يابا وعاوز نرجع له حالا مش قلت لك مش معقول انه يستغنى عنك ابدا يا بنتي طب ما تخليك يا بنتي للصبح صبح ابدا ياما انا هنا عليا جوزي يطلبني ولا رحلوش اهو كده الاخلاق القويمه ولسه يابا يا ما عاد حيلاقي فيا اخلاق زي الشهر وهتروحي في ايه يا بنتي دلوقتي بعربية الشيخ ندى هاخد معايا الواد عبد الموجود يسوقها له ويرجع بيها بدومك يا بنتي خليها يمكن ارجع تاني اشوف وشك بخير يابا انزل مصر لوحدي ولا جاية معايا يا استاذ عزيز استنى يا بقى اشوف وشك بخير يابا خليتك بعافية يا سعدية مع السلامة يا بنتي سلميلي على عادل كتير قوي سلامته الف سلامة مع السلامة يا عزيزي خلي بالك منها يا وادي عبد الموجود لحصنك تمرجتك من عناية يا حضرة العمدة في حفظ المولى يا بنتي مع السلامة يا بنت كله شمس وهواء هاتينا براد شاي يا خواجان ايه دي براد؟ شاي نور صدق باللي خلقك الا بتقول لي حكايه الوليه دي بالضبط مكسوفه ولا رقبتك انا ما اعرفش حاجه نور ما تخلينيش اسيح دمك انا بقول لك اهو من غير ما تسيح حاجه يا ست هانم والذره الموبيليا بتاع الناس عاوز نقول لك ايه البت دي عارفها من امتى من امتى من زمان كان قالوا رجله مكسور ها ده هي دي سنتر فيرول هي وما قلتليش ليه يا بني ادم عملت ديفنس ثانيين الفتنه نايمه لان الله من صحاها
هي دلوقتي مع عادل في بيتي. ما نعرفش، هي بنكلمه في التليفون ان كان هناك ولا خرج. لا هي عندها تليفون في البيت. ايوه انا. طب شوفها كده هناك من غير ما تتكلم. حاضر. الو، انت هنا؟ هنا. ساي مدام. اسمع يا خوابي، يلزمك كام عشان تنضف لي الشاب ده وتلحلحه؟ اوه مدام، ده يمسك شغل كتير. كتير قليل، المهم يكلف كام؟ يكلف. عندك لغايه 50 جنيه تنضفه لي لبس وحلاقه وتبعته لي متكلف. سفا مدام، سفا. وهيودبني انا كمان؟ لا انت روح العيادة بس اوعى تجيب سيرة العادل، فاهم؟ فاهم. وانا اوريها تبقى مين بنت العمدة دي. الرجالة هنا. انت انا بنت العمدة يا هلس. انت جيتي تاني يا شاطرة؟ ايوه انا جيت، جيت اخرب بيتك زي ما خربت بيتنا وفرقت بينا، ده هي تخرب بيتكم انتوا الاربعة. فلاحة. ايوه فلاحة، لكن اشرف منك يا مهجس. جوتيست سوفاج دهور. بس خرصي يا ولي انت، الا ورب العزة مقطع الا لسانك الزفر ده. امشي اخرجي برا يا قليلة الادب. انا قليلة الادب يا قليلة الحياة انت. مون ديو ابيلا بوليس بيت بيلا. تعالي. بالله وبحق كتابه الكريم لو اتحركت من مطرحك لا تخد بيضه وجلبك في الترعه وبنجس رقاصه يا كار بنتي. هو مدام رواي دامي كنت اتكلم. دي سوفاج ما تعرفش تتكلم. انا اتكلم احسن منك ومتعلمه اكتر منك، عندي دبلوم مش حاصل عليها ابوك يا بنت الجاهل. انت ترمي هنا. وعايزه ايه مني؟ روحي بنت انت هاتي لي كوبايه ميه، نشف طريقي ده هيتنشف ركبه يا بعده. هاتي. خدت رجلي ليه يا وليا؟ قلت لك ما خدتوش، ما بحبوش، بتسلى عليه بس. بتسلى عليه برضه. فاكره لب ابيض يا بنت الجرعنتي. كلمه للبيت ام بوليس. اقعدي، قعدت عليك حته، اقعدي جنبها يا حيوان انت. غطي ساقك يا وليا. فين بنتي كمان؟ انا عادل ما يفرقش بيني وبينه الا الموت. عادل بحبه اكتر من كل حاجه في الدنيا، ما اقدرش اعيش من غيره. طب ونعمل لك ايه يا مدام؟ ايوه قول لك تعمل ايه، واعملي حسابك وحياه رفع السماوات ان ما نفذتي كلامي كلمه كلمه لا تبصي تلاقي نفسك منشله من هنا على مصر عتيقه، في عربيه يجرها سته خيل لابسين قطيفه سودا بالقصب لصه. مون ديو. جربي يا وليه ودنك السجعين دول. هتغيب الليله يا عادل. يا سلام يا عزيزه، تعرف انك بتضايقيني بكلامك ده؟ مش كفايه رجعتي من غير ما تقولي كمان؟ معلش حقك على. خليك انت في الكتيره بعصاك والاوره مفتوحه، وانا وقت ما اجي. حاضر يا سيدي. البيت بيتك وانا خدامك، بس يعني بسألك حضرتك حاجة مخصوصة. لا ما تعمليش حاجة، انا الحقيقة زهقت من عشاك ده. النظرة يا عاد عشان تميز بيها يا سيدي. سيك. مع السلامة، وربنا يجعلك في كل خطوة سلام. الو ودي عبد الموجود جاهز. الو عادل. ايه الحكايه يا لولا؟ انت مش هتروسي ولا ايه؟ لا يا سيدي، اصلهم جابوا بريمادونا جديده. ايوه ضروري هايله قوي. ما هم بيقولوا كده بس اما اشوف راسها. جرسون هات لنا خمسه ويسكي. ايوه يا نور وصل. على خير الله، انا جايه حالا وربنا يقويني. بنتي انا جاي، انا خارجه وهغيب شويه ما تقلقيش عليا. نادي الخواجه يا اسمك ايه انت؟ عادل مدام. وضبت عبد الموجود يا خواجه؟ ايوه مدام، بقى زي الفل الاصفر. حتى من بيت ولا عال عال. اوه مدام ده تعبني قوي، نزل منه بلاوي كتير قوي. على خير الله. يلا اسمع يا عبد الموجود. مدام ده انت زودتها قوي. بس الشير مدام كسكي بودي زيري. جرب ودنك بلا غلب. غابت سلوميه قوي يا رجل. ما هو العاده كده، الارتيست الكبار ينشفوا الريق في شغلهم. اسمحي لي اقدم بقى شويه. طيب عقبال ما اغير هدومي. سيداتي وسادتي، لقو المرة ولقاخر مرة تشاهدون الراقصة الدولية سالومي الحسناق
بمصاحبة المطرب الدولي البراق ابن البراقة. العشرة ما بتهونش يا غالي، هتهون ازاي يا شاغل بالي، يا شاغل بالي، اه يا شاغل. بتقول انك مخصمني، لا انا عارف ليه زعلان مني، ولا بتقول انك مخصمني، ويا ريتك بس تفهمني، ولا تبعت تسأل على حالي، يا شاغل بالي، اه يا شاغل بالي. من غيري حيسمعها لك الكلمة الحلوة، بشيلها لك من غيري حيسمعها لك، وبفكر قبل ما اقولها لك، ويا ريتك بتسمعها لي، يا شاغل بالي، اه يا شاغل بالي. يا شاغل بالي، اه يا شاغل بالي. القلب اللي ملكته في ايدك وبقالك من كتر عبيدك، القلب اللي ملكته في ايدك وبقالك من كتر عبيدك، وظلمته ايه بس يفيدك، هينوبك ايه من اللي جرالي، يا شاغل بالي، اه يا شاغل بالي. يا شاغل بالي، اه يا شاغل بالي. سادتي سيداتي، عن اذنكم المدموزيل مش فاضية الليلة، وده ايه ده فضل؟ فاكرني ايه مشتل؟ مدموزيل؟ لولا وانا اعمل لك ايه؟ يا خبر ابيض، عادل اهلا وسهلا.
تحب احضر لك لقمه على العشاء؟ يا ترى عامله حمام بالبصل ولا بالخل؟ لا وحياتك، عامله كباب حله بالشمر. شمر؟ بركه يا جامع. الو لولا. ابدا ابدا، وانا اقدر استغنى عنك. انت عايزه كد هايله قوي سلومي دي. انا معرفتش انام طول الليل يا لولا. بس مش سهل يا عادل تتعرف واحده زي دي، دي ما تقدرش عليها، نازله في مينا هاوس ما ترضاش تقابل حد هناك. انما عندي فكره كويسه اقدمك لها، ولو ان على عيني يا عادل. اعزمها الليله عندي فوق واعرفك بيها يا عم، وانت وشطارتك بقى. برافو يا لولا، برافو يا حبيبتي. 14 15. معلش حقك علي وادي راتب. يا مدموزيل انا دكتور عادل، وحياتك يا مدموزيل ابعتي لي ورد ابيض وفي النص ورده واحده حمراء بس. ميرسي يا مدموزيل. برافو. حضرت الدكتور عادل. تفضل. المدموزيل ما تشربش. نو تانجو. تسمح يا مدموزيل؟ نو لا معلش، اتفضلوا. أكون سعيد لو قابلتيني بكرة يا شريف. يا هاي. انا ما كنتش عايش في الدنيا قبل ما اعرفك يا سلومية. صحيح، ده انت الطويل العمر. لو قلتلك ان انا اسعد راجل في الدنيا ابقى مقصر في كلامي. الجملة دي بيقولها كل واحد يقعد مع واحد. ما عندكش حاجة جديدة؟ عندي، انا عاجز عن وصف السعادة والهنا اللي انا فيهم. قديمة برضو. الجملة دي مش فاكرة سمعتها في فيلم ايه. كل اللي اقدر اقولهولك انك رحمة نزلت من السماء على واحد شقي بائس. انت مطر نزل على ارض جافة نشفة روتيها بسحر كلامك الجميل. اهي دي جديدة كمان يا عادل. سلومي تعرف انك ظريف، بس كلامك كتير قوي. كل واحد يقعد جنبك يبقى ظريف، لكن ما يقدرش يسكت. ولما سيبك ارجع للغلب اللي انا فيه طول عمري. مسكين، ربنا عينك على الغلب اللي انت فيه. امين يا رب. عن اذنك بقى حروح علشان تعبانة شوية. سلامتك، تحب اكشف عليك يا حياتي؟ لا ميرسي، لو كنت غريب كنت خليتك تكشف عليا. يا سلام، انت معتبراني مش غريب عنك؟ لو كنت غريب كنت هقعد معاك ليه؟ انت قعدتي مع واحدة قبل كده؟ ما تفكرنيش باللي قبلك يا عادل. كنت بتحبيه؟ كنت بحبه وحفضل احبه واحبه واحبه. يا هنا يا سعادته. بس يا خسارة، هو لسه مش عارف اني بحبه. ضروري مغفل جدا يا دكتور. اروفار يا عادل. اروفار. اقدر اشوفك امتى يا سلومي؟ انت لسه ما استكفيتش. حد يستكفى من هنا؟ طيب الليله عند اللولة. لكن رايحه الكباريه. معلش يا اخي نبقى لوحدنا. سلومي
الله، ما سقفتش ليه؟ ما عجبتكش الرقصة؟ دكتور مالك؟ كتافك، تدوير كتافك يعجز عن وصفها احسن شعر في مصر. يا سلام، قد كده حلوين؟ جنان. ودراعاتي؟ دراعاتك دوري، اتمنى لو تلفوا على رقبتي وخنقوني اموت مرتاح سعيد. وصوابعي؟ صوابعك دوري، ياريت تدبيهم في عناية عشان يبقى نظري سليم. ورجلي؟ رجليكي ضروري تنفرش لهم خدود الناس عشان تمشي بيهم عليها. وأدي؟ أدك، أدك أمير الأغصان من غير مكابر. وورد خدي؟ ورد خدك سلطان على الأزاهر. ده انت باين عليك متيم قوي. ميت خالص. وبعدين آخرة الحب ده ايه؟ أنا أضحي بكل شيء في سبيل حبك يا سلومي. طيب، إنما حب من غير جواز كلام فارغ، حرام. يا سلومي لو ما كنتش متجوز. طب يا اخي، ما انت تقدر تطلع. ايوه بس بس ايه؟ اتضحكت. سلومي تتجوزيني؟ لو طلقت مراتك، الا اذا كانت حلوه زيي. زيك ما تخلقش في الدنيا يا سلومي. تفتكر؟ متاكد. خلاص اتفقنا. سلومي لا، انا ما احبش الا الحلال. اثبت لي حبك يا عادل، وانا هنا مستنياك. فين عندي؟ في المطبخ طبعا. انا عرفت من المطبخ ورحت المطبخ. دي فوق النوم يا سيدي. انت اهالي هنا، بلاش قرف، بلاش قليل ادب. عزيزة هتطلقني يا عادل؟ عزيزة؟ ايوه عزيزة، خدمتك عزيزة. انا اقدر اعمل كل حاجة يا عادل، وكل ست تقدر تعمل زي ما عملت انا وشفت انت، انما انا عشت لك بس يا عادل. خدمتك بعناية وعافيتي، رعيتك بعطفي وحناني، حطيتك جوه قلبي، ومليش في الدنيا غيرك يا عادل. ضحيت بكل شيء علشان راحتك وهناك يا حبيبي. عزيزة احب ارجع تلمين يا عادل، ولا افضل لك عزيزة؟ خليكي عزيزة، يا اعز عزيز في حياتي.